طلعوا هذا المثال نكمله. اول شيء طلعنا جدول اللي هو backward difference table، اكو forward واكو backward، بس هو نفس الصيغه طلاب، هو كله عباره عن طرح، صح؟ هذا المثلث شكته يختلف يعني جاي بالعكس، بس هي القيم كلها هي عباره عن طرح، ولهذا نسميه difference table. ما دام تساوت عند الدلتا تكعيب، عند الدلتا تكعيب تساوت القيم، اذا هي المفروض هاي النقاط تشير ان هاي المعادله هي معادله من درجه ال ثالثة. زين، هو ايش قايل لي بالسؤال؟ احسب لي قيمة الواي عند السبعة ونص. طلاب مو الا نص طبعا، مو الا سبعة يعني اقصد هاي النصف، هي اذا تجي تتكرر مثلا احتمال 7.1 7.2 7.9 مو شرط. 6 العفو، نقدر نستخدم صيغة التقريب؟ ليش تقربين؟ يعني مثلا إذا 7.5 يعني نقول 8. لا 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 لا، بقي نفسه. مو انت إذا 8، مو هي قيمة الواي عند الثمانية موجودة 512، فأنا شو أقول لك مثلا طلعي لي قيمة الواي عند مال إكس مثلا 7.9 مثلا. نعم سي. او 7.3 هكذا، مو انت عند الثمانية موجودة هي هاي القيم، فاحنا ايش نختار قيم بين ذن القيم اللي معطيني اياها، مثلا اختار ايش قيمة بين الواحد وبين الاثنين، او بين الاثنين وبين الثلاثة هكذا. يعني قيمة وسطية ما موجودة بالجدول. ما موجودة، عافية ما موجودة، لان هي عند الاعداد الصحيحة، عند الواحد مثلا قيمة الواي عند مال اكس واحد قيمتها واحد، قيمة الواي عند مال اكس 2 قيمتها 8 مثلا، اذا كانت الاكس 3 قيمتها 27، فاني عفوا اذا اطلع في القيمه هي ما موجوده بالجدول. فما دام تساوت قلنا عند الدلتا تكعيب، اذا هي معادله من الدرجه الثالثه. هو يقول لي بالسؤال استخدم نيوتن باكورد ديفرنس فورمولا، انا احتمال اجيب لكم اياها نيوتن فورورد مو باكورد، هسه راح تعرفون شو الفرق بين الفورورد والباكورد. اخلي القانون امامي قبل ما ابدا بالحل مال الباكورد، طبعا لان هو محدد الواي للاكس تساوي واي للان زائد ار في دلتا واي للان زائد ار الآر زائد واحد على مضروب باثنين في دلتا تربيع الواي للان زائد آر في الآر زائد واحد في الآر زائد اثنين على مضروب لثلاثة في دلتا تكعيب الواي للان. هسه هو رايد الواي عند مال اكس تساوي 7.5 او 7.5، اقول الار قيمتها او قانون مالتها اكس ناقصا اكس الان على اتش، الاكس هاي الاكس هو مطيني اياها اللي هو رايدها يعني بالسؤال 7.5، اخليها 7.5 ناقص احنا قبل شوية قلنا بالفورورد الاكس للان، معناها اول قيمة بالجدول مال الاكس، انا مو عندي هاي قيمة الاكس، قبل شوية قلنا الاكس للان او الاكس ناط معناها واحد المفروض، بس هاي وين واحد؟ عند ما يكون نيوتن فورورد، انا حاليا دا اطبق نيوتن باكورد، معناته ايش راح اخلي؟ ما راح اخلي واحد، ايش راح اخلي؟ عافية آخر قيمة، آخر قيمة هو هذا الفرق بين الفورورد والباكورد. الفورورد نبدي بأول قيمة بالإكس، باكورد نبدي بأخير قيمة اللي هي الثمانية، معناته 7.5 ناقصا 8 على
واحد. الواحد شنو الاتش؟ طبعا ثابته الاتش بالحالتين، بالفورورد وبالباكورد ثابته، لان هي الاتش عباره عن الفرق بين قيم الاكس. تشوفون الاكس قاعد تزداد بمقدار واحد، يعني واحد صارت اثنين صارت ثلاثة صارت أربعة، الفرق بين كل وحدة وحدة درجة وحدة، درجة وحدة، إذا H قيمتها واحد فقط نفسها، H قيمتها واحد. وطلاب ترى يعني مو شرط إلا أعداد صحيحة ال X، يعني احتمال ال X قيمتها 1.3 مثلا، ال X الثانية مثلا، طبعا لازم يظل الفرق ثابت. يعني مثلا هنا اذا اقول لك الاس قيمتها 1.3، هنا مثلا 2.3، 3.3 واقده، يعني اقصد الاكس احتمال تجي عشري، مو احتمال اعداد صحيحه، واحتمال يجي بها سالب، مو بس احتمال موجب. بس عموما هو القوانين نفسها حتى اذا تغيرت القيم. فمن طبقنا الار x ناقصا x ال n على h ويساوي 7.5 او 7.5 ناقصا 8، 8 قلنا اخير قيمه بالx ال n على 1، 1 قيمه ال h اللي سميناه step length او الانترفال، تطلع لي ناقص 0.5 هاي ال r. هسه اجي واخلي القانون اقول ال y عند ال 7.5، لان هنا تشوفون هاي ال x نا الاكس ايش قد قيمته؟ 7.5. شو تساوي لي؟ طلاب الواي، الواي للان قبل شويه ذاك المثال السابق قلنا الواي للان اول قيمه بالجدول. هاي وين اول قيمه بالجدول؟ بالنيوتن فورورد، زين هنا بالباكورد. الواي اخر قيمه بالجدول. آخر قيمة بالجدول، مثل ما الـ X الـ N أخير قيمة بالجدول، إذا الـ Y الـ N آخر قيمة بالجدول. فأخير قيمة بالجدول 512، أخليها مثل ما هي موجودة هنا، أمشي على هذا القانون حالياً، 512 زائد R، أكمل R في دلتا Y للـ N، الـ R قيمتها أنا طلعتها قبل شوية اللي هي ناقص 0.5 في دلتا واي للان، ضعوا لي على العمود مال الدلتا، هذا العمود مال الدلتا. قبل شوية أول قيمة بالعمود مال الدلتا من طبقنا نيوتن فورورد، هسه هنا ايش راح أسوي؟ أخير قيمة بالواي بالدلتا واي ان. يعني قبل شوية أخذت أول قيمة، وبعدين أول قيمة من دلتا تربيع، وبعدين أول قيمة من دلتا تبعيد، هالمرة شو راح أسوي؟ أخير قيمة من عندهم مو أول وحدة. يعني آخذ 169. هسه بالبداية أخذنا 512، والنوب 169، والنوب 42، والنوب 6. وأتوقف لأنه عند الدلتا أس 4 تصير قيمتها 0. فالواي الان قيمتها 512، والار ناقص 0.5 في شنو؟ قلنا الدلتا واي للان، اخذت اخير عمود او اخير قيمه عفوا بعمود الدلتا، اخير قيمه
عمود دلتا اللي هي 169. قبل شوي أخذت أول قيمة، هالمرة أخذ أخير قيمة، يعني ناقص 0.5 في 169 زائد وكمل R في R زائد 1 على مضروب 2. ال R ناقص 0.5 في هنا هي أصلا ناقص 0.5، زيادتها 1 صارت عندي 0.5 على 2. طبعا المناسب هنا طلاب نسيت، هنا مضروب 2 يعني معناته 2 في 1 مضروب 3 6. تشوفون هسه هاي معوض 6 مضروب 3 6، 3 في 2 في 1. في شنو؟ في دلتا تربيع الواي للان. اخذ بالمثال السابق اخذت اول قيمه للدلتا تربيع، المره كلهن وهذا الجدول اخذ اخير قيمه، يعني اخذت اخير قيمه بالاكس، اخير قيمه بالواي، أخير قيمة بالدلتا، أخير قيمة بالدلتا تربيع، وأخير قيمة بالدلتا تكعيب. هسه ناقص 0.5 في 0.5 على مضروب 2 اللي هي 2 في 1 2 في 42، زائد نا، وانتبهوا هناك بالقانون مال النيوتن فورورد القيم سالبة، يعني R في R ناقص واحد هنا لا، R في R زائد واحد، يعني كل هذا الإشارات أقصد بدل ما سالبة تصير موجبة. فال R ناقص 0.5 وهنا ناقص 0.5 زائد واحد 0.5، وهنا ناقص 0.5 زائد 2 راح يصير عندي 1.5 على مضروب 3 اللي هو 6، مضروب 3 هنا بالمقام 6. في دلتا تكعيب واي للان، ايش اخذ دلتا تكعيب الواي للان؟ اخير قيمه بالجدول، بدل ما اخذ اول قيمه اخذ اخير قيمه، هي نفسها طبعا 6، فهنا في 6 اطلع، يعني هنا 512 مال كل حد اطلعها واحد، نفس هنا ظلت 512، يعني اقصد من ابسط عاود لا تطلع القيمه غلط عندكم. هنا ناقص 0.5 في 169 طالع عندي ناقص 84.5، هذا الحد كله ايش قد قيمته اللي هو ناقص 0.5 في 0.5 على 2 في 42، طالعه قيمته ناقص 5.25. هذا الحد طبعا هنا رأي الستة راح نختصرها ويا الستة، وراح يصير عندي ناقص 0.5 في 0.5 في 1.5، راح تطلع قيمته سالب 0.375 ويساوي بالنتيجة النهائية قيمة الواي عند السبعة ونص قيمتها 421.875، وهي قيمة معقولة. ليش؟ إذا هي عند الثمانية قيمتها 512، فعند السبعة ونص يعني عند مال إكس سبعة ونص أكيد قيمتها أقل، فطلعت أقل من 512 اللي هي 421.875. فانتبهوا على الرقم اللي تطلعوه، يعني ما معقول هذا يطلع أكثر، يعني هي أعلى قيمة مطيني إياها 512، يعني ما معقول هنا يطلع 600، لأن تشوفون قيم الواي يعني قيم قاعد تزداد بالتدريج، يعني 8 27 64، مو أقصد الفرق ثابت بيناتها لا، قاعد تزداد بالتدريج، يعني مو عند السبعة ونص قيمتها مثلا 700، ما يصير. إذا هي أكثر قيمة 512 فطلعت قيمتها قلنا معقولة اللي هي 421.875، وطبعا احتمال تطلع هنا مثلا او يعطيها بالسؤال احتمال قيم سالبه، يعني بيها سالب اقصد مو الا موجب، وحتى الاكس انتم تعرفون الاكس بين المحور السيني والمحور الصادي، ف
فأكيد هم لازم مرات تجي قيم سالبة مو بس موجبة، وتجي قيم أيضا للصفر وهكذا. فهسه طلاب الحل مالتنا بهالمحاضرة يعتمد على الجداول اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة اللي هي شنو الديفرنس تيبل. ليش الديفرنس تيبل مهم؟ لأن نطلع من عنده قيم ذني أو قيم الدلتا، دلتا تربيع، دلتا تكعيب، دلتا أس 4. طبعا طلاب احتمال أكثر واحتمال أقل، على العموم وين ما يصفر توقفون بعد، لأنه بعد ما راح ينطيني قيمة. فقلنا نيوتن اكو بي صيغتين، نيوتن للفورورد ونيوتن المن للباكورد. نيوتن للفورورد انتربوليشن فورمولا، هاي القيم 0.5، احتمال اجيب لك مثلا مو 0.5، مثلا 0.22، 0.45 مثلا، 0.75. نها قيمة أيضا أقدر هم أغير بيها، بس هو عموما هو نفس القانون. فقلنا هذا القانون الرئيسي عندكم، هذا أسهل. وللباكورد هذا الفورورد طبعا، بس مجرد هنا الإشارات تغيروا لي إياها، بدل السالب يصير عندكم موجب فقط، بدال السالب يصير عندنا موجب. وهنا هاي المضروب مثلا المضروب الاثنين او مضروب الثلاثة، مضروب الاثنين قيمته 2 ومضروب الثلاثة قيمته 6. وهنا الواي للان اول قيمة، طبعا هذا بالنيوتن فورورد، اول قيمة بالجدول اللي هي الواحد. والار عندما اقول اكس ناقصا اكس الان على اتش، فالاكس اول وحده اللي هو مطيني اياها اكس الان، اكس الان اول قيمه بالاكس، اول قيمه بالاكس، صفر اول قيمه بالاكس. على الاتش، الاتش الفرق بين كل اكس واكس ايش قد الفرق بيناتهم؟ يعني بس بالعمود مال اكس فرق بيناتهم واحد، فطلعت عندي 0.5. ست هنا ال R عادي تكون عدد مثلا صحيح؟ ايه احتمال تطلع، احتمال تطلع عدد صحيح، مو شرط ال 20. تمام. واحتمال سالب هسه قبل شويه او بالمثال اللي ورا طلعت قيمتها سالبه. فهنا قلنا 0.5 طبعا اللي هي ال R اللي طلعت في دلتا واي الان، دلتا واي الان اول قيمه وين بالدلتا اللي هي 6. تشوفون طبعا بس القيم اللي بالبدايه تتاثر 1 6 10، يعني الوسطيه ما تتاثر علي. والنهائيه، النهائيه هاي وين؟ يعني قيم اخير قيمه بكل جدول، وين هاي راح نستفاد عندها؟ بالباكورد. يعني مثلا 109 54، يعني هذا السؤال مثلا اقدر انا نفسه اجيبه، بس شغل لكم هالمره باستخدام النيوتن باكورد، فاكيد القيمه راح المفروض تختلف. او المفروض تبقى نفسها، لان هو انت تطلع قيمه، تطلع قيمه المفروض بطريقتين، بالنيوتن فورورد وبالنيوتن. انت شرحت تسوون طلاب مثلا عكسوا هالحاله، مثلا هذا السؤال كواجب بيتي لكم، هذا السؤال نفسه حلوه بالنيوتن باكورد ديفرنس فورمولا، حلوه مو بالفورورد بالباكورد. شوفوا نفس القيم تطلع لكم، يعني قيمه الواي عند الـ 0.5 تطلع نفسها 3.125،
المفروض هي بطريقتين تطلع نفس القيمة، وهنا امشي فوق راح تطلع نفس القيمة اللي هي 3.125. هنا مثلا هذا المثال هم تقدرون تعكسوه، بدال ما نيوتن باكورد مثلا نيوتن فورورد اللي هو طلعناه عند 7.5. هذا المثال حليناه باستخدام النيوتن باكورد ديفرنس فورمولا. نقدر نحله بالنيوتن فورورد ديفرنس فورمولا. هالمرة راح ناخذ القيم بالبداية. بالنيوتن باكورد شنو الاختلاف؟ قلنا بدل هاي الإشارات السالبة تصير عندنا موجبة بس، وهذا الرمز انتبهوا عليه يتغير، يعني بس يصير شكل المثلث بالعكس. هنا واي للان قلنا ناخذ اخير قيمه بالجدول، اخير قيمه اللي هي 512 مثل ما موجود هنا 512. ار حسبناها قلنا اكس ناقصا اكس للان على اتش. الاكس اللي هي رايدها اللي هي 7.5 او 7.5 ناقص الاكس الان اخير قيمه بالاكس، بدل ما اخذ اول قيمه اخذ اخير قيمه، صارت عندي 8. الاتش ثابته، الاتش الفرق بين كل قيمه قيمه بعمود الاكس، قيمته 1 لان بدنا نشوف تزداد بمقدار 1 بكل مره. قيم الاكس، قيم الاكس تزداد بمقدار 1 كل مره، احتمال تزداد بمقدار 2 او احتمال تزداد بمقدار 3 حسب. هسه حاليا بهذا المثال تزداد مقدار 1، فصارت عندي الاتش قيمتها 1، طلع الناتج ناقص 0.5. هنا ايضا حسبنا هنا العفو ناقص 0.5 في شقد، جينا على هذا الحد دلتا واي للان قلنا اخذناها 169. بالحد اللي وراه اخذنا قيمة الدلتا تربيع 42، بالوراه اخذنا قيمة الدلتا تكعيب قيمتها 6. فأهم شي طلاب عندكم تطلعون هذا الديفرنس تيبل بالبداية، وبعدين تخلون القانون النهائي. وقلنا مضروب الثلاثة ستة فاي اختصرت، وطلعوا قيمة كل حد 1، فطلعت القيمة معقولة. قلنا قيمة الواي عند 7.5 أو عند 7.5 قيمتها 4 أو العفو 421.875.